مرحبا بك منى. التجربة الاجتماعية كيف ما تقول أنت، شنو عملت فيها بالضبط الجمعة هذه في الكاميرا كاشي الاجتماعية نتاعنا؟ احنا الجمعة هذه حابين نشوفوا كان التونسي عموما نزيه ولا ينجم يستغل عبيد في حالة ضعف. هذاك علاش حابين نبعثوا سهيل الممثل نتاعنا باش يمثل دور الضرير، وباش يطلب من واحد من المارة انه صرف 5000، اما هو باش يمد له 20000 وباش نشوفوا شنو ردة فعل المارة. لاش يصرف 5000؟ لا خويا هذايا 20 راه. مش 5000 هذه راه. ها؟ 20 دينار هذه. تحب تصرف لك؟ سي بون في بالي 5000، بارك الله فيك. بارك الله في حاجة؟ لا لا بارك الله فيك، ربي كثرهم لك. نعاونك في حاجة؟ اي بربي ماذا بيا صرف 5000 عايش خويا. لا هذايا 20 دينار. قداه؟ 20 دينار. لا هذايا مش 5000 هذايا 10 20. جاب لي نقاش عندك صرف 5000 عايش. ما عنديش يا ولد بزلت. ها؟ ما عنديش، هذيك 20 مش 5000. لا 20 صاحبي هذيك 20. قداه؟ 20. ما عنديش صرف 5000 لا. لا 20 هذه مش 5000. كان مش تعدى خلينا نعديك. لا لا شكرا عندي شكون جاي، شكرا ربي ربي يخليك. بارك الله فيك. برا شهر نهارك طيب. بارك الله فيك. عندك صرف 5000؟ لا هذاك 20000. لا والله لا. فما صرف 10000 هذيك عليه 20 دينار هذيك 20 هذه 20 20 هذيك بديك 20 مش 5000. بارك الله فيكم عايدك بصحة. هذه 7 دينار بارك على فلوسك. اوكي عايشك ربي بفضلك. هذيك مش 5000 هذيك 20000. هي 20000 ساعه اللي جبت. اه 20000 اللي جبت. بدي مهديت لي ورقه ب 20 انا. مش 5 هذه؟ لا مش 5 ماشي 5000 هذه. نعم ماشي 5000 هذه مش 5000؟ قداش هذه؟ هذه 10000 20000. 20000؟ في بالي 5000. لا بابا مش 5000. بارك الله فيك، بارك الله فيك. سهير قولك. عاوز الخير في الدنيا، ما احلاهم التوانسه. توفيق الشعب. فرير فهمناها، معلش عملتوا له شعره كيما خنافس معناها. هو حب يعمل شعره كيما خنافس، كيف ما شفنا معناتها العباد الكل حتى حد ما تحايل على سهيل، والعباد الكل نبهته اللي هو مد 20000، هذاك علاش احنا اصابتنا حاله احباط فريق الاعداد، دونك قررنا باش نعاودوا الكره، اما باش نزيدوا في الفلوس باش نردهم 50000 وباش ندخلوا ممثل ثاني باش يحاول يغري العباد فكره التحايل على الرجل الضرير. سلام. سلام. سمح لي عندك صرف 5000 برك. 50 هذيك 50000 مش 50000. هذه 50 دينار يا ولدي. 50 لا لا 5 لا لا 50 دينار على 5 لا لا والله لا سمح لا حرام لا ما خاطر ما يراكش يا رحم والديك يا حاج. لا والله لا سمح لي اعطيني فلوس اعطيني فلوس لا لا اعطيني فلوس يا ولدي 50000 5000 هذيك 5 كبو دينار هذيك 50 مش 5000 5000 هي 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 5000 قداش مسكين 50 هذيك 50 50000 هذيك زيادة لا 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 شنو هما تعطي فلوسهم لا لازم تخرجوا الكياس لا 50 دينار باش نعطيهم تاعو ايه مد هيلو 50 لا 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 تو نحيالك من يدك نحيالك مكتوب ما يكلم ما عادش يكلم بعضه عليا ما يكلمني سيبه راني صيبته هرب يا روحك راني مشيت هاي 50 دينار تاعك هيك هاك 50 دينار 4000 شوف 4000 خذي لك 50 اعطاك 4000 فرنك لا هو لا 5000 5000 لا هذيك كانت 50 دينار حط الفيتو حبيبي ربي خويا خرجني من التاكسي جيت جيت معاك يا ولدي سلمني يا ايجا والله لي والله يرحم بوك لا لا ثاني هنا يا اخي ماشي الواحد عليه ماشي المنبريه انا ثاني من قلت لك صحيح تصرفت لا يا دم 5000 هكا وربي معك صرف 5000 لا والله ما تشوف هذيك 50000 من 5000 شنو سقط لي لا شيء انت من هاي خمسة أو خمسة أبو دينار. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه إيه عنديش. إيه 20 علي. بطل. يمشي كيف مش نصرفه. بطل. هات نصرفه عند الدخ. يصرفونه زين. يصرفونه هباي. يصرفونه. وكيف تفصع بيهم بعد؟ كيف تفصع بيهم معقولة هذه؟